السلام عليكم، كيداير سي لوبي عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال هذا النهار ان شاء الله غادي يكون كيف وعدتكم في انستغرام، غادي يكون نظام غذائي ديال الشتاء اللي غادي يكون مختلف شويه على النظام الغذائي اللي كنا غاديين عليه قبل. كنت ديجا بارطاجيت معكم نظام غذائي اللي تقدروا تمشيو عليه، فهو بطبيعة الحال نظام رياضي كذلك اللي تقدروا تمشيو عليه باش تنقصوا الوزن. ربطت لكم مع صيام متقطع لانه ديما كنقول لكم بلي هذا النظام هذا صحي بزاف وكيقاد بزاف ديال الهرمونات في الجسم ديالنا، وممكن انه يعالج بزاف ديال الامراض البسيطه اللي كتكون عندنا بحال الحساسيات. وهذا الشيء اللي كانت اكدت لي واحد لابوني عندي بلي كانت كتعاني من بزاف ديال انواع الحساسيات، وملي بدات الصيام المتقطع برات من دوك الحساسيات والحمد لله. فاذا كنتم مهتمين بالموضوع خليكم معي. النظام ديال الشتا غادي يتبدل شويه. علاش؟ على اساس انه في الشتا كيكون شويه البرد، وفي البرد بطبيعه الحال الجسم ديالنا كيحتاج لطاقه اكبر باش انه يبقى محافظ على السخونه اللي كاينه في الجسم ديالك اللي هي 37 درجه الحراره. فباش هو يبقى محافظ على ديك السخونيه في الجسم ديالك فكيدير طاقه، كيحتاج لطاقه اكثر باش يبقى محافظ على ديك درجه الحراره. ومني كيحتاج طاقه اكثر فبطبيعه الحال كيحرق سعرات اكثر. فهنا حنايا خصنا نستغلوا هاد القضيه هذه للصالح ديالنا باش نزيدوا نقصوا سعرات بطريقه نقدروا نقولوا بالدوبل على الصيف. زائد انه الشتاء نورمالمون كنجوعوا شويه اكثر من الصيف، كنحتاجوا طاقه اكثر كيف كنقول لكم. فاذا حتى حنا كنجوعوا بطريقه اكبر ماشي بحال الصيف. وهنا غادي نحاول نبدل عاوتاني كذلك النظام، ولكن غادي نقصوا شويه من السعرات. ما غاديش يكون نقص بزاف، يعني نقصوا بحال دابا 100 حتى 200 سعره، نوليو من 1500 سعره حتى 1300 سعره ولا غير 1400 سعره ماشي مشكل. وفي نفس الوقت غادي نبدلوا النظام باش نادابتيو على اساس انه ما يبقاش يجينا الجوع. وهاد الجوج ديال الحوايج غادي نديروهم بالترابط مع الصيام المتقطع بطبيعه الحال، لانه ديما كنقول لكم الصيام المتقطع هو احسن حاجه ممكن انكم ديروها تفيدوا بها الجسم ديالكم وتنقصوا بها الوزن. اللي ما قدرش يدير صيام متقطع واخا انه كيبان ليه حاجه سهله نورمالمون ثلاثه الوجبات في النهار، ولكن اللي ما قدرش دير تقدر تمشي على ثلاثه الوجبات في النهار زائد جوج ديال لي سماك، غادي تمشي حتى لخمسه هكاك تقريبا ديال الوجبات في النهار. يعني غادي تفطر الفطور ديالها، السماك غادي يكون عباره على فاكهه، الغداء غادي تاخذ الغداء ديالها عادي، والسماك غادي يكون عباره على شويه المكسرات، وفي العشاء تاخذ العشاء ديالها عادي. اما بالنسبه اللي غادي يديروا صيام متقطع فانا غنخليكم هنا واحد البروغرام اللي غادي يكون مكتوب، وكذلك غادي نحاول نشرحه لكم هكا باش تفهموا اكثر. يعني بحال دابا الصباح ملي غادي تفيقي وغادي تبغي تاخدي الفطور ديالك ولا الوجبه الاولى ديالك على حسب عدد الساعات اللي انت صايمه. يعني كنتي غادي تبداي مع 12 وغادي تسالي مع 8، فاذا الوجبه ديالك الاولى غتكون مع 12، كنتي غادي تبداي مع 10 وغادي تسالي مع 6، فاذا الوجبه ديالك الاولى غادي تسالي مع 10. الوقت انا كنخلي لكم نتوما اللي غادي تحددوه بطبيعه الحال على حساب واش خدامات واش غلقاتين في الدار، المهم على حسب الوقت ديالكم نتوما. فالوجبه الاولى شنو غادي يكون فيها؟ هنا غادي ندير واحد التغيير. انا ديما كنقول لكم تاخذوا جوج الحصص ديال الفواكه، دابا غادي تاخذوا غير حصه واحده ديال الفواكه، خصوصا انه في الشتاء ما كيكونش بزاف ديال انواع الفواكه بحال الصيف. فمن الاحسن تاخذوا غير حصه واحده وراها كافيكم وكافي الجسم ديالكم. غادي تمدوا الجسم ديالكم بالفيتامين اللي هو محتاجه بحبه واحده من الاحسن. يستحسن انها ما تكونش كل نهار بنان، لانه البنان كيرفع مستوى السكر في الدم، خاصو يتخال لانه فيه البوتاسيوم، ولكن ما يكونش بشكل يومي. يعني حاولوا تنوعوا هكا في الفواكه ديالكم. الفاكهه اللي تاخذوا هذا النهار ماشي هي اللي تاخذوا غدا وماشي هي اللي تاخذوا بعدا، وعلى حسب الفواكه الموسميه اللي متواجده. ديما كنقول لكم خذوا الفواكه الموسميه اللي متواجده في ذاك الموسم ولا في ذاك الشهر المعين. فاذا تاخذوها على الريق بحال ديما، تاخذوا بعدا ثلاثه ديال الحبات ديال التمر الا كانوا صغيرين، اما الا كان داك التمر الكبير فخذوا حبه وحده ديال التمر، وتاخذوا الفاكهه ديالكم، وتاخذوا شويه النشويات ما يكونش بزاف. ويستحسن هنا النشويات لانه تهيا لكم فيها شويه ديال التغيير، ما تكونش النشويات البسيطه بحال دابا بحال مثلا الرز الابيض، بحال المقرونيه، بحال الخبز الابيض. من الاحسن انها تكون نشويات معقده باش هكا ما كترفعش مستوى السكر في الدم بزاف. يعني في الصباح
مثلا واحد شويه ديال الخبز ديال الدقيق الكامل من الاحسن بالقمح الكامل، ويكون غير شويه مع شويه البروتين شويه الخضار فقط، كويس ديال الاتاي بلا سكر ولا كويس ديال الحليب بلا سكر. من الاحسن عاوتاني الحليب حتى هو يكون فيه واحد التغيير، ما يكونش بشكل يومي، يكون حتى هو بشكل اللي يكون متقطع هكا على مدار الاسبوع. مثلا نهار تاخذي فيه كاس الحليب، نهار الاخر لا، نهار تاخذي فيه كاس الحليب ونهار الاخر لا. حاولي انك تاخذي تيزان، مثلا تبدلي التيزان اتاي بلا سكر بطبيعة الحال، حتى هو فيه لي زونتي زوكسيدون مفيد بزاف للجسم ديالنا. غادي تبقاي صايمه عاوتاني حتى الوجبه ديالك الثانيه، غتكون مع ثلاثه ولا اربعه على حسب الوجبه الاولى معاش خديتيها. في الوجبه الثانيه غادي يكون ديما كيف كنقول لكم بروتين، نشويات وخضار والدهون الصحيه. غير هنا الدهون الصحيه ثاني غادي نحاول نزيدو نقللو منها شويه. غادي تبداو تستعملوا غير زيت الزيتون، من الاحسن اللي ما متوفر لهاش زيت الزيتون للاسف، تحاول انها تستعمل طيب شويه بالزبده البلديه وماشي بالزيت العاديه ولا زيت المائده كيف كيقولوا. اما اذا كان زيت الزيتون غيكون احسن، واصلا غادي تبداو ديروا غير شويه للاسره كامله، وراه المذاق كيجي بنين. راه ماشي الزيت هي اللي كتزين الطبق ديالنا، وانما التوابل. والتوابل انا ديما في الوصفات ديالي اللي كنعطيكم كندير التوابل بكثره، وبعض المرات كنزيد توابل اخرى ولا اعشاب عطريه باش كنبنوا الطبق ديالنا بلا ما نكثروا فيه نسبه الدهون او لا تكون فيه سعرات كثيره. فكيف قلنا غادي تاخذوا بروتينات، تاخذوا نشويات، وغادي تاخذوا خضار، والنسبه ديال الدهون شويه تكون قليله. بالنسبه للنشويات هنا غادي يكون تغيير، يعني في النشويات انا كنقول لكم تقدروا تاخذوا اي نوع من النشويات، وعطيتكم العبار اللي غادي دير. هنايا بالنسبه للنشويات غادي نقول لكم النشويات من الاحسن ان المقرونيه او المعجنات، الرز الابيض، الخبز الابيض ما تبقاوش تستهلكوه بزاف. اصلا الخبز الابيض كنقول لكم الاحسن انكم تحيدوه كاع. اما بالنسبه للمقرونيه قبل كنت كنقول لكم ممكن انكم ديروها مره خلال اسبوع، والرز الابيض كذلك كنت كنقول لكم ممكن ديروه مره خلال اسبوع. دابا من الاحسن انه الرز الابيض او المقرونيه يداروا مره في الاسبوع. من الاحسن المقرونيه تدار مثلا مره في 15 يوم، والرز الابيض ممكن يدار مره في الاسبوع، ولكن باقي الاسبوع من الاحسن انكم تاخذوا الحبوب الكامله او لا الخبز قمح كامل. المهم انه تكون حبوب كامله، سواء كان خبز او لا كان حبوب، بحال الرز مثلا يكون البراون يعني البني يعني كل كامل، وحتى المقرونيه قديتوا انكم تاخذوا الكامله غادي يكون احسن. انا عارفه هذا النوع ديال الحبوب الا خديتوها كامله كتكون شويه غاليه، ولكن الا كان الانفستيسمون الجسم ديالك غادي يكون احسن من انه تمشي تضيع فلوس في حوايج اخرى. فبالنسبه عاوتاني غتبقاي صايمه حتى العشاء، هنا العشاء كذلك غادي يكون فيه اختلاف. هنا في العشاء كيف كنت كنقول لكم قبل، كنقول لكم بروتين ناشف وخضار فقط، النشويات ما تكونش ابدا. هنايا غادي ندخل لكم النشويات لانه انا عارفه في الشتاء كيكون شويه ديال الجوع، واصلا حنا كنحتاجو كيف قلت لكم طاقه اكثر باش انه تبقى محافظه على درجه الحراره ديال الجسم ديالك. فاذا حتى الا دخلنا شويه ديال النشويات كذلك في العشاء ما غاديش يكون المشكل، بشرط اننا نحترموا هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. دابا دابا في العشاء غادي نحاول ندخلوا فقط النشويات اللي هي معقده، يعني ما كتغيرش نسبه السكر في الدم بزاف. اي نشويات معقده ما كتمتصش من طرف الجسم بطريقه اسرع، وهذا اللي كيخليها ما كتغيرش مستوى الدم بزاف. اما النشويات البسيطه كتمتص من طرف الجسم بطريقه اسرع، كتحولها سكر بطبيعه الحال، وهذا كيخلي الجسم ديالنا انه يرتفع نسبة الأنسولين ترتفع فيه بطريقة أكبر، لأنه نسبة السكر كترتفع بطريقة أكبر. فالنشويات المعقدة شنا هي؟ بحال الحبوب الكاملة مثلا الكينوا، مثلا الشوفان، تقدروا ديروا شوربة الشوفان يكون فيها الخضار ماشي مشكل، تقدروا ديروا سلطة وتزيدوا عليها الكينوا، سلطة تكون سخونة ماشي مشكل وتزيدوا عليها الكينوا كذلك ماشي مشكل، تقدروا ديروا شوربة ديال الخضار وتزيدوا عليها الكينوا ماشي مشكل، اولا تقدروا ديروا شوربه الخضار وتزيدوا عليها بركوكش حتى هو ماشي مشكل. بركوكش الكامل، وراني كنت صدرت معكم واحد الفيديو ديال الشوربه بالخضار وبركوكش الكامل بطبيعه الحال، كتجي زوينه وكنديرها في الشتاء وكتبقى مشبعاني طيله الليل، كنوض كاع في الصباح ديال المرات كنلقى راسي مازال مشبعانه. وتقدروا كذلك تاخذوا البطاطا الحلوه فقط، يعني هادو هما الانواع ديال النشويات اللي تقدروا تدخلوا في العشاء. البطاطا الحلوه حتى هي ما كتمتصش بالجسم في سبب لهذا
ما كترفعش مستوى السكر في الدم في ساعة. فاذا قلنا غتحتارموا هاد النشويات فقط، هاد الانواع النشويات اللي غادي تاخذوا في العشاء مع الخضر بطبيعة الحال، ومع واحد النسبه ديال الدهون عاوتاني اللي تكون قليله كيف قلنا، وبروتين بطبيعة الحال. بروتين سواء يكون ناشف يعني صدر ديال الدجاج، من الاحسن انه يبقى بروتين ناشف في العشاء، او بيضه مسلوقه من الاحسن انه الفخذ ديال الدجاج يكون في الغداء اللي كنتو غتاخذوه، لانه فيه نسبه ديال الدهون شويه طالعه ونسبه البروتين هابطه. اما الصدر فيه نسبه ديال الدهون هابطه ونسبه ديال البروتين طالعه، هادشي باش ديما كنقول لكم من الاحسن تبقاو هو اللي تخليوه العشاء. بالنسبه للحوت حتى هو فيه نسبه ديال الدهون واخا صحيه، من الاحسن ان تاخذوها في الغداء وما تاخذوهاش في العشاء. يعني هذا هو التغيير اللي غادي يكون، هذا هو البروغرام اللي غادي يكون. نتمنى انه يكون عجبكم وفاتكم، هو ما غاديش يخليكم هنا حاسين بالحرمان. اما بالنسبه للبروغرام الرياضي فغادي تبقاو محافظين على اي رياضه نتوما كتعجبكم. انا ديما كنقول لكم في الرياضه المهم عندنا هو نتحركوا، ديما تلعبوا ربع ساعه مقاومه حتى ثلث ساعه مقاومه، وتزيدوا عليها نص ساعه ديال الكارديو او الهيت او لا رونفورسمون مسكولير او السيركوي ترينين، يعني اللي تقدروا عليه. تقدروا تلعبوا في الصباح بكري، كيف تقدروا تلعبوا حتى في العشيه، غير هو يستحسن انكم تلعبوا في الصباح، لانه في الصباح الجسم ديالنا كيكون مازال فايق مازال قادر عنده طاقه اكثر. اما في العشيه الجسم ديالنا بحال الا كيبدا الساعه البيولوجيه ديالنا كيبدا انه يستعد انه ينعس، فاحنا ملي كنلعبوا السبور كنقدروا نفيقوا ولا كنقدروا اننا ما نكملوش الحصه ديالنا، فمن الاحسن انه يكون في الصباح. ولكن الا ما كانش الوقت وكان في العشيه، انا راه قبل كنت كنلعب في العشيه حيت ما كانش عندي الوقت، وكنت كنلقى نتائج كذلك زوينه وترونكيل ما كاينش شي مشكل. وصافي هادشي اللي كاين، نتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار يكون عليكم. انتظروني الفيديو هذا.